المدافع الخلجاوي ركلة جزاء إذا في الدقيقة 28 من عمر المباراة في زمن الشوط الأول. شكري الحنفوش قرر أنها ركلة جزاء. الواكد أمام الزواهر، إبراهيم الزواهر الآن، اللاعب الزواهر إبراهيم الزواهر أمام الكرة، والحكم يخرج اللاعبين خارج الصندوق من أجل تنفيذ ركلة الجزاء. الآن لدينا ركلة جزاء لمصلحة فريق الخليج، وربما الخليج بعد أن تعثر طوال المباراة يتقدم الآن لتسجيل الهدف الأول. هنا لدينا الزواهر الآن ممكن يصد الواكد وممكن يسجل اللاعب إبراهيم الزواهر. هذه الآن تلعب الكرة، ممكن جول أول، هدف يحضر الآن أيها السيدات والسادة لمصلحة فريق الخليج. إبراهيم الزواهر يتمكن من تسجيل الهدف الأول، ركلة جزاء مستحقة وهدف أول يدخل الآن في شباك واكد الشعلة. الخليج يتقدم رغم أنه لم يكن الأوفر حظا، لكنه الآن الأكثر تقدما وبهدف أول. الله يا الزواهر، وضعها على يسار حارس المرمى وسجل هدفا أولا لمصلحة الفريق الشرقي. الخليج إذن يتقدم بهدف أول ويسجل أول البدايات لمصلحة في هذه المباراة. 1-0 إذن لدينا، 1-0 إذن لدينا لمصلحة فريق